ده تنظيم، ده تنظيم. وفي ناس يعني ما بتعرفش تنط، وفي عيال صغيرين اهم مش عارفين يعملوا ايه، وفي اب معاه ابنه هيعمل ايه؟ هيعلم ابنه ايه؟ قال له يا ابني انا تعبت وانا جبت لك التذكره بس الباب اتقفل. الباب اتقفل، مفيش باب بيتقفل على ناس معاها تذاكر في العالم كله، مفيش كده. هو مفيش مشجع في العالم معهوش تذكره بيروح مباراه في اوروبا؟ مفيش. يروح يدور يشمشم على تذكره كده يشتريها بقى من السوق السوداء ملهاش خلاص يمشي. وما فيش واحد معهوش تصريح عربيه يقف قدام الناس ويضطر الامن انه يدخله عشان ما يقفش طريقه، هيلاقي يقول له لف وارجع تاني منين؟ لانه ما فيش طريق انه يرجع منه. ما تصممش على كده. بصوا يا عيني الاولاد، وبقول لكم انا اكاد اجزم لكم ان كل اللي بينطوا دول معاهم تذاكر بس الباب مقفول، وربنا كريم وحليم انه السور مش مدبب. هو ده كل همه. خلي بال حضراتكم محدش امبارح، عارفين لو في شغب امبارح كنت اقول لكم داخلين نعملوا شغب. ده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محشور حشرة يا عيني. بص رئيس الاتحاد عامل ازاي، معمول فيه ايه، والعيال بتوع الامن شدوه تعالى وقلعوه الجاكيت وكانت بهدلة ومرمطة. عزمي مجاهد نط من فوق السور مدير الاعلام بالاتحاد. شايفين حد من دول في وسطهم؟ رئيس الاتحاد اللي انتوا شايفينه ده، عايز اقول لكم ان رئيس الوزارة كمان مش رئيس الاتحاد. وروني بقى الصورة، قربوا لنا كده عشان نعرف مين الشكل ايه. دي المقصورة، دي مقصورة استاد القاهرة، شوفوها عاملة ازاي. هاي استاد القاهرة اهو، ما بقلبش ما بجيبش حاجة من عندي. ايه الأمارة؟ مين اللي قال؟ ازاي؟ مش عارف تنظم ماتش؟ ما كنت عايز تنظم كاس عالم ازاي؟ مش عارف تفتح بوابات؟ مش عارف تعمل بوابات الكترونية؟ ده مين اللي بينط ده؟ اتفرجوا في المقصورة. مين اللي بينط؟ شوفوا كده. كابتن مجدي عبد الغني. نجم مصر وهداف مصر ونجم النادي الاهلي وزميلنا الاعلامي كابتن مجدي عبد الغني عايز يخش هيعمل ايه؟ نط من فوق السور. بقول لكم لو انا مكانه هعمل زيه. ايه رايكم؟ اهو نط اهو، الناس بتساعده. ايدك يا عم تعالى يلا بينا اتفضل. هل ده مقبول؟ هل ده معقول؟ تاني وتالت وعاشر بنعيدها لكم عشان نشوف الدنيا شكلها ايه. مين اللي يقول كده؟ بأمارة ايه؟ هل ده كلام يا جماعة؟ هل ده مقبول؟ ازاي؟ ما لسه هنشتغل شغل 50 سنة. 50 سنة ايه؟ 50 سنة كنا زي الفل. 50 سنة ده كنا 100 فل و14. التذاكر دي لازم تتختم بختم اتحاد الكوره واداره التفتيش المالي بالوزاره ومباحث الاموال العامه.